متعه انهم انجزوا وسووا، مستغربين انه شافوا ناس بهذا الوضع وكان سبحان الله في اثر، والى الان بيستمروا في اعمال تطوعيه هم قاعدين يسووها بنفسهم ويبادروا فيها. فالمتعه كذلك، فهذه دوافع وفوائد للتطوع نستفيد في العمل التطوعي. انت كان عندك شيء بتقوله؟ تفضل. انا كنت مع فريق مجموعه اشخاص، كنا المساجد على الطريق السريعه نحاول ننظفها ونعوض اذا كان فيها اشياء، يعني ننظف القران بالذات كان دائما نلقاه عليه غبار وكذا، حمامات دائما ما فيها اهتمام، الله يكرم السامعين والمشاهدين. كان المجموعه هذه نحاول نهتم بالمساجد وننظفها. ممتاز. حنيجي لبعض مجالات العمل التطوع وحندخل بعد كده طب احنا نبغى نبدا مبادره تطوعيه كيف نبدا. لكن اول شيء ايش يعني تطوع؟ ايش تعريف التطوع؟ عدم اشتراط ماده مقابل العمل اللي يقوم فيه. جيد، طيب عدم اشتراط ماده مقابل العمل اللي تقوم فيه، في احد عنده تعريف ثاني؟ عمل يقدم بشكل غير الزامي. عمل يقدم بشكل غير الزامي، يعني هنا في غير الزامي وهنا عدم اشتراط ماده، طيب حنجمع. القيام بعمل ايوه فيه فائده الاخرين بمحض الاراده بغير يعني بغير نيه يعني ما في نيه انه اخذ مقابل، يعني دون انتظار عائد مادي مقابل. جاي اضيف لها ابتغاء مرضات الله. ابتغاء اجر ابتغاء مرضات الله. تدخل فيها زي ما ذكروا الاخوه. تفضل. عمل لا يحكمه وقت. عمل لا يحكمه وقت، جميل. يعني هو في الاخير بسيط ترى تعريف التطوع، بس اهم شيء الناس انها تعرف انه هذا هو التطوع في تعريفه، هو جهد يقوم فيه فرد او مجموعه، انت لوحدك او مجموعه. هذا الجهد يهدف الى تنميه المجتمع ورغبه وطواعيه واختيار دون اجبار، ولا ينتظر منه عائد مادي مقابل. هذا باختصار التطوع. يعني ما تروح تسوي مشروع تطوعي ولا غير تيجي للجمعيه تقول لها فين المكافاه حقنا ما ادري. لا، العمل التطوعي خلاص احتسبه لله سبحانه وتعالى، ما في عائد. تفضل. في بعض الامور يمنع فيها التطوع. يمنع فيها التطوع مثل؟ لانه يسبب مشكله للجهه اللي هو منتسب لها. مثل؟ مثل لو انا مثلا قررت اني اتطوع في احد الجهات الخيريه. وجودي في هالمكان ضروري جدا. لو انا طلعت من هالمكان راح يسبب ضرر على الجمعيه، كيف؟ لما مثلا اكون متطوع في مكتب واجمع تبرعات. سندات يدويه، سندات الكترونيه، رسميه كامله من والى. فتخيل انه جاني ظرف او لا مبالاه فطلعت وقفلت المكتب ومشيت. ممتاز؟ انا حال انا الجهه الان ما اقدر احاسب هالمتطوع هذا. بعض الجهات الان الخيريه اصدرت استمارات، وبعض الجهات ترغب انها تعطي المتطوع مبلغ مالي فقط. لايش؟ من اجل احكام. لا، من كان من اجل احكام العمل، لانه انا اقدر احاسبك بعدين. هي بعض الاعمال لا ينفع انه يكون فيها شخص متطوع، لذلك الجمعيات الخيريه اغلب اللي موجودين فيها موظفين عاملين، يعني نعم، برواتب ومكافآت. لكن نتكلم انه في بعض البرامج تقدمها هذه او الفرص التطوعيه ينفع يكون فيها متطوعين، فاحنا نتكلم عن هذا المجال. نعم نعم نعم. اما تيجي انت بتحط متطوع في جامعه تبرعات ما ينفع، لازم يكون موظف رسمي داخل مؤسسه داخل جمعيه زي ما تفضلت. نعم. صحيح كلامك. غالبا الركائز ما يكون فيها تطوع كركيزه في الجمعيه. طبعا اللي هي الاقسام الرئيسيه التي لا يقوم بها عمل المؤسسه الا بوجود اشخاص متفرغين، هذه لازم فيها موظفين. لكن التطوع لا، يعني مثلا انتم الايتام عندكم حمله تبغى تاخذ الايتام تسوي برنامج. هذا يجيب متطوعين ياخذوهم يودوهم يسوون برنامج. استفيد من تجربه. ممكن يتطوع مع الركيزه نفسها. بس يكون كمتدرب او فتره مؤقته. ممكن. او معاون في بحسب وقت فراغه، يعني او وقت تفرغه. ممكن جدا. يسمونه وظيفه موسميه. وظيفه موسميه ممكن. او مثلا عنده مهاره معينه يقدر يخدم فيها المؤسسه. من مكانه برضه. بعمل تطوعي في تصميم، في مونتاج، في شيء، هذا برضه جزء من الاعمال التطوعيه. طب كم انواع العمل التطوعي؟ احنا ذكرنا في التعريف نوعين، ايش هي؟ عمل التطوع قد يكون ايش؟ فردي او مجموعي. ايش الافضل في العمل التطوعي؟ جماعي. جماعي. عمل على شكل فريق او مؤسسه، صح ولا لا؟ طب ليش؟ اكثر. ليش افضل من الفردي؟ الفردي فيه اجر. الانجاز بيكون في اعلى. انجاز اعلى. التعاون. التعاون. الافكار. اكتساب مهارات.
تستعمل مهاراتك. بس في في نقطة مهمة في العمل، تقسيم المهام يا دكتور، تقسيم المهام، تنوع الأفكار، تشجيع، اتساع النطاق. لا في نقطة ما حد جابها، تنوع الأفكار، قوة، قوة. لا في نقطة، العمل المؤسس الجماعي أفضل من الفردي فيها، منظمة السرعة، لا برضه البركة في الجماعة، البركة لا برضه، تنوع أفكار، تنوع أفكار لا، بس العمل المؤسسي الجماعي إيش إيش يضمن لك إيش؟ استمرارية، استمرارية، استدامة، استمرارية، استدامة. العمل الفردي ينتهي بانتهاء الأفراد. والله واحد سوى مشروع جاب له بعض اللي ما يقروا ولا يكتبوا، سواء انفصل معه أمية، لو سافر، لو جاته بعته، لو مشي، استمر العمل، انتهى، انتهى صح. لكن عمل الفريق ايش فيه؟ يستمر، استمرارية. إضافة إلى ما ذكرتوه من أنه أفكار مختلفة متنوعة، استمرارية وانتشار وتوسع، تحفيز، قوة، بركة برضو في العمل الجماعي، أكثر بركة من العمل الفردي، تحفيز. فلذلك حسب اختيار المجموعة، أحيانا كثير من الأعمال هي فردية كانت متميزة وناجحة ومستمرة مع أصحابها، لما صارت بشكل جماعي دخلت نفوس ودخل كلام كثير وكذا، وفي الأخير اللي تضرر العمل أو المستفيدين من الخدمة التطوعية. صحيح، لو بني العمل التطوعي المؤسسي بناء صحيح فهو أثره أكثر واستمراريته أفضل. البناء العمل الفردي ممتاز وجيد، لازم يكون واحد يكون عنده تطوع فردي، لكن لا تشتغل لوحدك في العمل عشان لا ينتهي عملك. انت انشغلت انت هذا، لكن هنا انشغلت في غيرك يطلع يغطي في الفريق وانا اظن اكثر مشاكل الفرق انها ما عارفه تاسس نفسها صح، اكثر من انه اشتغلت شغل جماعي وتركت العمل الفردي. هم عندهم مشاكل داخليه، فاذا اسسوا نفسهم صح حيستمروا صح. طبعا عندي سؤال بس قبل ان نتعمق بالاعمال التطوعيه والطريقه، السؤال هل اي شخص بامكانه يسوي فرقه تطوعيه؟ انا اقصد نظاما، هل كل شخص، انا ما دخلت جمعان سوينا فريق تطوعي وهذا اخذ كلنا نشتغل، هل نظاما مسموح بهالشيء هذا؟ هنيجي لتاسيس المبادره والهذا. طبعا نظاما انت سويت فريق لازم يكون عندك مظله رسميه، بالتالي حنجي لها انك تبحث عن مظله رسميه تكون تحت مظله رسميه. الان في نظام وزاره العمل الجديد، اظن اذا قريتوا النظام في جزء منه ان الفرق هذه لها نظام معين في الوزاره، ممتاز، حيكون مناسب للفرق حلو. التطوعيه موجود محطوط في النظام. بعضهم يجتهد يا استاذ مصطفى، لا اجتهادات يجتهد وبعدين مشكله ويخرب على الفرق التطوعيه الثانيه اللي تشتغل. احنا حنيجي حنيجي في المبادره والتاسيس ايش الاشياء الضروريه عشان مبادرتك تنجح ويكون لها عناصر نجاح. النقطة قبل ما نخش في الأدوات برضو الأخيرة، إنه باقي لنا وقتنا قليل، أظن كم باقي لنا؟ ربع ساعة تقريبا أو أكثر. فبالتالي حنيجي لنقطة المجالات. دائما أجي أدرب شباب في الثانوية وغيره، يقول لهم يلا يا شباب نبغى نبدأ نطلع إيش أفكار في التطوع. أكثر شيء مشاريع الشباب يشتغلوا فيها إيش؟ إغاثية. مثل إيش؟ يعني دائما اسهل شيء يقول لك ايش، ناخذ سلال غذائيه ونروح اسره نوزعها، او مويه، او شيء، او توزيع مويه، توزيع، او يجي جدار مشخمط يضربوا بويه، او يروحوا المسجد ينظفوه، صح ولا لا؟ او بحر وشاطئ ينظفوه. طب هل التطوع محصور في اربع خمس اعمال صغيره زي كذا ولا مجالاته كثيره؟ كثيره، صح ولا لا؟ انا بذكر لكم قصه وتجربه لمجموعه من البنات سووا عمل تطوعي، هذه القوارير ما كلفهم ريال العمل التطوعي، ما كلفهم فلوس، لكن أعطاهم أثر وكانت فكرة إبداعية وخارج عن المألوف. أنتوا عارفين هذه بلاستيك صح ولا لا؟ هذه تجيب فلوس ترى بالمناسبة، هذه تجيب ملايين الريالات في مصانع شغالة على البلاستيك الريسايكلينج اللي هي إعادة التدوير. هذول البنات إيش سووا؟ أخذوا الأغطية، الأغطية دي مرغوبة أكثر عند الشركات اللي عندها ريسايكل، وراحوا على الأغطية وبدأوا يسعروا. فقيمة 1000 غطاء من هذا الأغطية لو أعطيته شركة مقابلها المال اللي تأخذه يوفر لك كرسي لمعاق. يا سلام. فهم إيش سووا؟ حملة في المدارس على الطلاب والطالبات، شفتوا يمكن جات فترة في جدة ومكة الناس كلها قاعدة تجمع الأغطية دي. يا سلام. 1000 غطاء مقابله كرسي لمعاق، كان عندهم حملة 1000 كرسي لمعاق. اشتغلوا على القصة دي، سووا تسويق في المدارس وعلى الطلاب، واستطاعوا تأمين 1000 كرسي لمعاق. يا سلام. الآن طوروا من الفكرة، يعني هل هذه الفكرة إبداع وفيها عمل تطوعي ولا لا؟ أول شيء هذه ترى مضرة بالبيئة، فبالتالي ساهموا في حملة بيئية. ثاني شيء ساعدوا معاقين، طوروا في الفكرة. بعد كذا راحوا جو مع شركة اسمها تجارية في ألعاب الأطفال، فمقابل 1000 غطاء يجيبها طفل ياخذ عليها كوبون هدية من الشركة هذه،
وهم الآن بدل الكرسي لمعاق صاروا يأمنوا تأمين طبي لمريض يحتاج لعلاج. الله. فكرة مستمرة، شايفين فكرة إبداعية ومستمرة، فيها قضاء على مخلفات البيئة وفيها أجر وفيها استمرار ولا تكلف. فبالتالي هذه الأفكار اللي نبغاها حقيقة، الإبداع في العمل التطوعي اليوم، لا نيجي كلنا ونلاقي كل الشباب ما شاء الله شغالين في توزيع، واحد يضرب بويه والثاني يرش بويه، واحد يضرب والثاني يرش بويه، أو نشتغل في توزيع على الأسرة المحتاجة والجميع يتكدس في حي واحد لتوزيع. إيش المجالات اللي زي كذا ممكن نشتغل فيها؟ أعطوني أفكار. اليوم مثلا إذا أنتم حتشتغلوا في عمل تطوعي في البرنامج أو غيره، لازم تطلعوا بأفكار فيها إبداع. طبعا نفس الفكرة هذه أخذوها شباب بس اشتغلوا على الورق، اشتغلوا على الورق، لأن الورق وهذا الفريق إحدى الفرق اللي موجودة عندنا جربوها تجربة في مسجد واحد في حي واحد، جمعوا حاوية كلها أوراق باعوها على شركة إعادة تدوير للأوراق، جابت لهم مبلغ حوالي 8000 ريال الحاوية هذه، اشتروا بها سلال غذائية لأسر محتاجة. السنة هذه اشتغلوا في 6 مواقع إذا شفتوا الإعلان حقهم، حق المدارس السنة دي 12 اظن، المهم 12 في جدة بس توسعوا. طبعا في ازمة، في مشكلة انه الطلاب بعد الاختبارات ايش يسووا؟ يرموا الكتب. هذول بدأوا يلموا كتب الطلاب مع الاوراق مع غيره، وبالتالي المبالغ اللي تيجي يشترى بها حاجات لاسر محتاجة. هذه فيها افكار. شفتوا الحملة الاعلامية الصامتة اللي صارت في المول؟ اظن الشقيري برضو صور فيها، لما نزل واحد في مول ورموا الله يكرمكم زبالة وسط المول، وكانوا حاطين يمكن 100 واحد في المول وكاميرات، اول واحد يشيل الزباله ينزل كلهم يصفقوا له، وصوروا المقطع ونشروه. وصلت الرساله ولا ما وصلت؟ وصلت. افضل من انك تروح وتنظف ما ادري، وصل الرساله ان الناس تتعلم النظافه يعني. يا سلام. فبالتالي هذه افكار. فانا ابغى اسمع منكم الان ايش الافكار اللي ممكن يعني، لانه المبادرات والعمل التطوعي والمشاريع التطوعيه كلها بدايتها ايش؟ فكره. حنيجي للعناصر نجاح المبادره، كيف نبدا لين ما نقفل مبادره ناجحه. لكن ابغى اسمع اذا عندكم افكار جديده او مجالات، لانه حنفيد الناس اللي ورا في الشاشه قاعدين يشوفونا، وحنستفيد احنا في افكار ممكن نطبقها مستقبل يكون لها اثر واستمرار ويكون فيها تنميه مستدامه في المجتمع. نسمع اذا في افكار كذا سريعه جديده ابداعيه. اعاده ترميم المصحف الشريف. جميل. إعادة ترميم المصحف الشريف، خصوصا اللي دائما تكون في المحطات على الطرق السريعه، في مصنع في مدينه الخرج يمكن هو الوحيد في الخرج. إيه؟ في الخرج هو يمكن المصنع الوحيد واللي قائم على متطوع طبعا، يعني حقيقه انا شفت المصنع وزرته، عمل جبار يقومون فيه صراحه. صحيح. انا شفت فريق في جيزان كانوا اشتغلوا على القصه هذه في المحطات وفي هذا، وما شاء الله ارسلوها ورمموا المصحف والناس قاعده تستفيد، خاصه الان مع شهر رمضان، وبعض القرى وبعض المناطق حتى بعض الدول في الخارج ما عندها امكانيه انها تقرا وما عندها مصاحف. فكره جيده، ممتاز. افكار نسمع كذا مجالات. تفضل. في افكار سويناها زمان. ايوه. يمكن قبل سنتين او 3 سنوات. طبعا اكثر شيء نعاني منه اذا وقفنا عند محطه نصلي او زي كذا، كنت نشوف دارات المياه. يا انك تلقى هذا الجركن على قولتهم، او يا انه تلقاه في الحمام الثاني تلقاه مرمي برا. او قمنا احنا والشباب من اصحاب الحاره بدينا نشتري ليات ابو عرفت الطويله هذيك، يرشوبها الزروع يرشوبها، ناخذ يمكن كذا نص متر على الكبس هذاك، وبدينا نسويه في المساجد نكبس على السمور حق الماء. ممتاز. فكانت فكره حلوه، انه يمكن الى الان بعض الاماكن يمر عندها باقي نفس الفكره فيها. فكرة جيدة، يعني فكرة برضو فيها إبداع في إنه الحفاظ على الأماكن، لأن بعض الناس يدخل ممكن زي ما تفضلت يورط ما يلاقي لا إبريق ولا غيره غالباً. فهذه بالتالي فكرة جيدة غالباً. فكرة الريسايكل هذه تجيب دخل للفريق من غير ما يروح لفاعل خير ويطلب منه دعم. صحيح. ففكرة الأغطية والأوراق في فكرة ثانية وتجيب دخل يمكن أقوى من الأغطية والألمنيوم. علب البيبسي، صحون الالمنيوم اللي تقدم في ترى تترمي في الزباله، ما يستفاد منها. جميل. فهذه تدخل مو طبيعي ترى على كيف تسوي فيها؟ يبيع تجمع تكدس، تصير حاويات معينه تتجمع، تبيع على المصانع اللي تسوي ريسايكل. المصانع كثير ترى تطلب الالمنيوم، طلب على الالمنيوم اغلى. هو
البلاستيك تقصدون الالمنيوم؟ الالمنيوم ممتاز. العلب والاشياء. طيب في افكار اخرى يا شباب؟ تفضل. عندي فكره بس يبدو انها متواجده الان بس نعززها ما عندنا مشكله. اللي هي حفظ